الجيش العربي السوري وحلفاؤه يحققون أهدافا استراتيجية خلال تقدمهم في البادية. الرئيس بوتين يؤكد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون عبر تخريب مؤسسات الدول. في عناوين هذه النشرة أيضا: الاحتلال ينقل الأسير صدق المقت إلى سجن النقب الصحراوي المعروف بسوء المعاملة. نشرة الأخبار من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية في دير الزور باستشهاد 14 مواطنا بينهم امرأة وإصابة 22 آخرين بجروح جراء اعتداء إرهابي تنظيم داعش بالقذائف على حياء القصور والجورة بالمدينة. إلى ذلك قضت وحدات من الجيش العربي السوري على 11 إرهابيا من تنظيم داعش بمحيط معمل الغاز غرب الفوج 137 في دير الزور خلال أحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه نقاط عسكرية. كما وجهت وحدات الجيش ضربات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط المطار وقرية البغيلية وحي الحويقة وغرب تلة الصنوف، وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين. حقق الجيش العربي السوري وحلفاؤه خلال تقدمهم في البادية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها ربط ريفي دمشق وحمص بمدينة تدمر وتأمين مساحة من السيطرة تحمي مطار السين بريف دمشق وحقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات بريف حمص، إضافة إلى تأمين نطاق حماية أوسع لمدينة السلامية بريف حما الشرقي. وفي ريف حلب الشمالي احتجزت الضابطة الجمركية سيارتين محملتين بنحو 40 طنا من عوادم القطن ضمن أكياس، حيث كشفت التحقيقات أن السيارات كانت متجهة إلى مدينة عفرين المتاخمة للحدود التركية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. احتجزت الضابطة الجمركية في مدينة حلب سيارتين محملتين بحوالي 40 طنا من عوادم القطن ضمن أكياس، وبحسب التحقيق تبين أن السيارات كانت متجهة إلى مدينة عفرين الواقعة شمال حلب والمتاخمة للحدود التركية. الضابطة الجمركية في حلب أكدت أنه لا يوجد في مدينة عفرين معامل نسيج أو منشآت مرخصة تستخدم هذه المواد القطنية، وبالتالي فإن هذه المواد على الأغلب تخرج إلى تركيا تهريبا لاستنزاف الاقتصاد الوطني. تم حجز سيارتين محملتين بعوادم القطن، وهي من المواد من مشتقات القطن التي تخضع لعملية نقلها للمرسوم 21 الخاص بالإنتاج الزراعي، وتخضع أيضا لأحكام المرسوم 42 الخاص بالمواد المدعومة. وتم حجز السيارتين، وبالتحقيق تبين أن بضاعة السيارتين مخالفة جمركية، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق السيارتين حيث يبلغ تقريبيا مجموع الغرامات الجمركية الواجب تحصيلها من السيارتين بحدود 20 مليون ليرة سوري. واحدة منهم على حاجز باشكوي والثانية على مخرج المدينة الصناعية، والتنتين اتجاههم لعفرين، وكملوا مواد مدعومة من الدولة تنطبق عليها المرسوم 42 لعام 2008،
والمرسوم 21 الخاص بزراعة الأقطام بسوريا، وممنوع تنتقل لأي منطقة إلا بموافقات من الزراعة ومن أي جهة مختصة فيها. مؤسسة الأقطام. الضابطة نظمت قضية جمركية بالكمية بمخالفة التصدير تهريبا، وباعتبار القطن ومشتقاته تخضع للمرسوم 21 الخاص بالإنتاج الزراعي، والمرسوم 42 الخاص بالمواد المدعومة من قبل الدولة. قدرت غرامة الشاحنات بـ20 مليون ليرة سورية، فيما يستمر التحقيق حول هذه الشحنات التي تمس المخزون الاستراتيجي للحكومة السورية. أعلن محافظ دمشق انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة من تسوية برزة بخروج 1012 شخصا بينهم 455 مسلحا. وكانت قد جرت عملية خروج المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية في حي برزة على الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه الريف الشمالي، فيما أكد المحافظ أن تنفيذ اتفاق التسوية في حي برزة ينهي جميع المظاهر المسلحة فيه تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر على متانة العلاقات السورية الإيرانية، منوها إلى أن ما تتعرض له سوريا وإيران ومحور المقاومة هو بسبب المواقف الثابتة لاسترجاع الحقوق ودعم المقاومة ورفض الهيمنة الأمريكية. حيدر وخلال استقبالها سفير الإيراني في دمشق السيد جواد ترك أبادي شدد على أن اتساع وتيرة المصالحات وانتشار ثقافتها في معظم المناطق السورية ما كان ليتحقق لولا الإنجازات الميدانية للجيش العربي السوري والقوات الحليفة له في مواجهة الإرهاب. من جانبه أكد أبادي على ثبات مواقف بلاده الاستراتيجية في الوقوف إلى جانب سوريا بمحاربة الإرهاب ودعم المصالحات المحلية للخروج من الأزمة تمهيدا للحوار السوري السوري. العلاقة السورية الإيرانية لا تحتاج لشرح، الجميع يعرفها ويعرف متانتها ويعرف بأننا اليوم في خندق واحد ونعمل عملا واحدا، وبالتالي كانت الزيارة في هذا الإطار. دائما مشاريع المصالحات والتسويات بتصير لأي منطقة من المناطق بتتم على مراحل، وانتم تابعتوا أكثر من تجربة، وكانت آخر تجربتين تابعتهم هو بعد وادي بردة الوعر اللي انتهى من أيام قليلة، واليوم برزة. دون شك هناك مناطق مستهدفة قادمة، إن كان في باقي أرياف دمشق المحيطة وإن كان في المحافظات الأخرى كحمص بعد الوعر وحماة، المناطق الشمالية التي أنجز بها الجيش السوري انتصارات كبيرة، أدى السلاح والمسلحين من تلك المناطق واستعداد الدولة السورية لإعادة الحياة إلى تلك المناطق. السياسة الروسية المبدئية تجاه سوريا تترسخ في جميع تصريحات المسؤولين الروس. الرئيس بوتين يرى أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون عبر تخريب مؤسسات الدول، والوزير لافروف يرى أن فصل المسلحين عن الإرهابيين في سوريا أصبح ممكنا. توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب بعيدا عن محاولات العرقلة هو العنوان الأبرز في مساعي الدبلوماسية الروسية لحل الأزمات في المنطقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد من باريس التأكيد على موقف بلاده الثابت من الأزمة في سوريا، بأن القضاء على الإرهاب لا يمكن عبر تخريب مؤسسات الدول. لا يمكن أن نكافح خطر الإرهاب عبر تخريب مؤسسات الدول التي تعاني منه، وأنا واثق أنه بضم الجهود الدولية يمكن أن نحقق نتائج إيجابية في هذا الإطار. الحل السياسي والشامل والحفاظ على كيان الدولة السورية شرط أساسي للتحرك قدما وتحقيق نتائج إيجابية ضد الإرهاب. مبادرات دولية عدة طالما دعت من خلالها روسيا لتعزيز وتنسيق العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، فصل الجماعات المسلحة عن الإرهابيين في سوريا يأتي في أولوية المهام الروسية بتأكيد سوري. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد تأييد بلاده لجميع المبادرات التي تسهم في هذا الشأن ولا تبنى على محاولة عزل بعض الأطراف،
الحديث هنا عن فشل الإدارة الأمريكية السابقة في الإيفاء بالتزاماتها بفصل الإرهابيين عمن تسميهم بالمعتدلين. ضرورة إقامة تعاون مشترك لمكافحة التهديد الإرهابي يتطلب جدية أكبر في الالتزام والتنفيذ. روسيا تسعى في عملها الدولي للحصول على نتائج كبيرة ضد الإرهاب من خلال تنسيق الجهود، وهي أقرب في مضمونها لمجريات الميدان السوري. الإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري وتضييق الخناق على الإرهابيين هو الصورة الأمثل لترجمة الرؤية المشتركة في مكافحة الإرهاب. في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. هاربون من الموت إلى الموت عبر الموت. التاسع والعشرون من أيار، يوم قوى الأمن الداخلي، ملحمة صمود وفداء عبدت طريق الجلاء بدماء الشهداء الكرماء. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الإعلام الوطني أثبت قوته وجدارته خلال الحرب العالمية الشرسة. وخلال اطلاعه على واقع عمل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، قال رئيس مجلس الوزراء: لن نقبل إلا أن يكون الإعلام الرسمي هو المرجع وسنعمل على تطوير أدواته، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التنسيق المشترك بين مكونات الدولة السورية ووسائل الإعلام الوطنية. وفي رده على استفسارات عدد من الصحفيين العاملين في الوكالة، أكد المهندس خميس الحرص على صون حرية الإعلام الحقيقي والإعلامي الذي يمارس دوره بشكل شفاف ومهني. الثقة الأولى والأخيرة لإعلامنا الرسمي السوري حقيقة لما قام فيه. هذا دائما بحملنا مسؤولية. اليوم الجولة هي أنا وحابب ألتقي مع القائمين على وكالة سانا، الجولة هي اليوم بدنا ننتقل دائما نطور هذا الإعلام لحتى فعلا يتم هو الإعلام اللي هو كما أثبت جدارته بالحرب يكون له فاعليه طبعا اكثر واكثر لينتشر بشكل اوسع لحقق الرساله. اليوم مؤسسات اعلاميه بكل مكوناتها الخاص والصفحات والمواقع والاعلام الرسمي والاعلام الخاص دخل لمؤسسات الدوله وسمحنا له ان يدخل مثل ما دخل بالفتره هي. هذا ايمان منا نحن انه الاعلام سلاح قوي والاعلام سلاح فعال يجب انه نبني دولتنا فيه. علمت الإخبارية من مصادر في الجولان المحتل أن العدو الإسرائيلي أقدم على نقل الأسير المناضل صدق المقت من معتقل جلمة بالناصرة إلى سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة. وكان الاحتلال حكم على الأسير المقت بالسجن 14 عاما على خلفية فضحه لعلاقة العدو الإسرائيلي بالتنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري وتزويدها بالسلاح والعتاد. وقد صور المقت بعضا من الزيارات السرية بين الإرهابيين ومشغلهم الإسرائيلي، وعرضت الإخبارية هذه المقاطع. أصيب صياد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قبالة سواحل قطاع غزة فيما شنت السلطات الإسرائيلية حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة. ضمن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أصيب صياد برصاص زوارق بحرية الاحتلال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وفي إطار السياسة العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى بالضفة الغربية المحتلة ودهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من الشبان بدعوى أنهم مطلوبون. الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع اقتحام دوريات الاحتلال بلدة عين شبلي بالأغوار الوسطى شمال شرق نابلس واستجواب عدة عائلات داخل منازلها. وكانت البلدة قد شهدت قبل عدة أسابيع تدريبات بالذخيرة الحية بين منازل وحقول المزارعين. تطورات تأتي في وقت يضيق فيه الاحتلال الصهيوني على التجمعات الفلسطينية بهدف ترحيلها،
وفي هذا الإطار شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف وحفر في داخل ومحيط مستوطنة رفاف الصهيونية المقامة على أراضي بلدتي ديرستيا وحارس شمال غرب سلفيت بالضفة المحتلة. الاعتداءات المتصاعدة والمتكررة بحق كل ما هو فلسطيني هي جزء من عربدة الاحتلال وإجرامه لن ترهب الشعب الفلسطيني لإيمانه بأنه صاحب حق ولا يضيع حق وراءه مطالب. في الشأن العراقي أكدت وسائل الإعلام العراقية استشهاد وإصابة نحو 22 عراقيا بتفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد. إلى ذلك ارتفعت حصيلة سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية أمس إلى 12 قتيلا وعشرات الجرحى، وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم. ونقلت مواقع عراقية عن مصدر في الشرطة العراقية قوله إن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الكرادة. وكان استشهد وأصيب 13 عراقيا أمس جراء اعتداء إرهابي نفذه انتحاري في قضاء بعقوبة شمال العراق. إلى ذلك وصلت قوات الحشد الشعبي العراقي إلى قرية أم جريس الواقع على الحدود العراقية السورية وتمركزت فيها بعد معارك مع إرهابي تنظيم داعش أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم. وأكدت قوات الحشد أن العمليات ستستمر حتى تحرير كامل الحدود مع سوريا من إرهابي داعش، وستبدأ هذه القوات عملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقا من أم جريس باتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار المحاذية لمدينة البوكمال السورية، مؤكدة أن الوصول للحدود مع سوريا هو بداية لتحرير كامل هذه الحدود بالتعاون مع الجيش العربي السوري. تجمع العديد من الأتراك من جميع الأطياف والأحزاب للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومتهم الداخلية والخارجية والتي أثبتت فشلها بامتياز حسب تعبيرهم. مراسل الإخبارية صالح عبد الفتاح والتفاصيل. من أجل كفاحنا ولقمة عيشنا وشرفنا سنستمر بالتظاهر والتنديد بسياسات الحكومة. تحت هذا العنوان تجمع الأتراك من كل الأطياف والأحزاب للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومتهم الداخلية والخارجية والتي أثبتت فشلها بامتياز حسب تعبيرهم. سياسات العدالة والتنمية الخاطئة في الداخل والخارج سوف تستمر، لأن أمريكا وجدت لنفسها رجلا يخدمها وهي ستستمر في استخدامه لصالحها حتى اللانهاية. انظر إلى مدن جنوب شرق تركيا، سويت بالأرض. اذهب إلى المدن الحدودية مع سوريا، ستجدها مليئة بعناصر التنظيمات الإرهابية. السياسة الخارجية للحزب الحاكم هي سبب كل بلاء حل بتركيا، هكذا يقول المتظاهرون. فارتداد الإرهاب وتدهور الاقتصاد متعلق بتعنت الحكومة واتباعها نهجا عدائيا مع دول الجوار. هذه السياسة أفلست بتأكيد كثير من الأتراك الذين يعتبرون أن الحل لأزمات تركيا يكمن بالعمل المشترك مع الجارة سوريا. نحن هنا للتظاهر ضد السياسات وممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية في الداخل، حيث الفساد وحالة الطوارئ وهضم الحقوق والحريات. أما السياسة الخارجية حدث ولا حرج، لا يوجد سياسة خارجية لتركيا، نحن فقط ننفذ مخططات أمريكا في المنطقة. سياسات الحكومة الخارجية ضعيفة جدا وغير مسؤولة، ولم تجلب سوى الخراب والدمار لنا. الحكومة الحالية تحكم نصف تركيا فقط، فكيف ستدير سياسة خارجية حكيمة؟ يعملون فقط على تحقيق مخططات الغرب في المنطقة. المجتمعون أكدوا أيضا أن الحكومة تبني سياساتها على الظلم عبر الدساتير التي يطلقها رأس النظام التركي في ظل حالة الطوارئ. فالسجون التركية تعج بالمواطنين، والآلاف تم طردهم من وظائفهم بحجة الانتماء إلى جماعة الخدمة أو لدوافع سياسية، كما اعتبر المتظاهرون أن تخبط الحكومة يمثل بداية النهاية، فعندما تقترب نهاية الجلاد يزيد من ظلمه وديكتاتوريته، مؤكدين أن الديمقراطية قادمة لا محالة، وأن نهاية الظلم محتومة، وأن الشعب سينتصر في النهاية. يؤكد الأتراك على حزنهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع في بلادهم، ففي الداخل مضايقات وسياسة قمع للحريات، وفي الخارج سياسة تصفير العلاقات مع الجوار. صالح عبد الفتاح، الإخبارية السورية، أنقرة. اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن صفقة السلاح الأمريكية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تخفيف التوتر
بمنطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل قال إن عقد الولايات المتحدة لصفقة سلاح هائلة مع النظام السعودي يظهر أننا في طريق خاطئ للغاية، وإذا كان هناك شيء متوفر بكثرة في المنطقة فهو السلاح، مشددا على أن العالم بحاجة إلى مبادرات جديدة لنزع السلاح والرقابة على الأسلحة، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يعطي الأمل للشباب هو منحهم آفاقا اقتصادية وليس سباق تسلح. أخلت السلطات البرتغالية قاعة الوصول في مطار لشبونة مساء أمس بعد العثور على حقيبة مشبوهة. ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية عن المتحدث باسم المطار قوله إنه فور رصد هذه الحقيبة قررت السلطات إخلاء قاعة الركاب وفرض طوق أمني حولها، مضيفا أن هذه هي الآلية المتبعة عادة عندما يتم رصد حقيبة متروكة. وتولى بعد ذلك فريق من وحدة إزالة الألغام في الشرطة البرتغالية تدمير الحقيبة عن طريق تفجيرها، وعادت الحركة في المطار إلى طبيعتها قرابة منتصف الليل. أظهر مقطع مصور محاولة مهاجرين النجاة من قارب مطاطي اندلعت فيه النيران في البحر قرب السواحل الإسبانية. ونشرت القوات الجوية البرتغالية فيديو للواقعة التي تمكن طاقم طائرة عسكرية برتغالية من تصويرها. وقالت القوات البرتغالية إنها أنقذت 34 شخصا خلال العملية. كوريا الديمقراطية تواصل تجاربها الباليستية بنجاح، والولايات المتحدة تستعرض قواها لتخفي ريبتها التي بدأت مع أول صاروخ باليستي أطلقته بيونغيانغ. تقرير يامن ديب. بعد مرور 5 ساعات فقط على إطلاق كوريا الديمقراطية لصاروخ باليستي، حلقت قاذفتا القنابل الاستراتيجيتان الأمريكيتان من طراز بي 1 بي لانسر فوق البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية. وبحسب مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية فإن شاركتا في المناورات العسكرية مع حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينرس التي نشرت في البحر الشرقي، ثم حلقتا حتى في منطقة قريبة من البحر الشرقي. ووفرت المقاتلات الكورية الجنوبية غطاء جويا لتحليق قاذفتي القنابل الأمريكيتين اللتين غادرتا شبه الجزيرة الكورية بعد أداء مهامها لمدة 2 ساعة في سماء شبه الجزيرة الكورية. وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي مزود بنظام ملاحة وتوجيه دقيق تم تطويره حديثا، وهو مخصص لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية. وأعرب الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون عن سروره ورضاه، مشددا على أن هموم الأمريكيين ستكبر كلما حملت الأنباء عملية إطلاق ناجحة. وكانت بيونغيانغ أطلقت صاروخا باليستيا صباح الاثنين من منطقة وونسان الواقعة شرق البلاد، مزودا أيضا بنظام توجيه دقيق حتى مرحلته الأخيرة، وقد أصاب هدفه بدقة بفارق 7 أمتار فقط من موقع الهدف المحدد بشكل مسبق. والآن تذكير بعناوين هذه النشرة. الجيش العربي السوري وحلفاؤه يحققون أهدافا استراتيجية خلال تقدمهم في البادية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون عبر تخريب مؤسسات الدول. الاحتلال ينقل الأسير صدق المقتل سجن النقب الصحراوي المعروف بسوء المعاملة.
كانت هذه نهاية النشرة الإخبارية قدمناها لكم من استديوهات الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. مني ومن جميع العاملين في هذه النشرة كل التحية، دمتم بخير، برعاية الله.